الهاتف دكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك سيد أحمد جبريل. أهلا بك وبجميع المستمعين والمشاهدين. البداية معك سيد أحمد جبريل، هل لك أن تحدثنا على آخر التطورات التي تعرفها والأوضاع التي آلت إليها المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة، ولعل أبرزها ما يحدث في مجمع الشفاء؟ نعم صحيح، كما ترون وتشاهدون الأحداث الكارثية في منطقة قطاع غزة بعد ازدياد مستمر، حيث أن جميع المستشفيات تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. والجدير بالذكر أن الآن جميع النازحين في المستشفيات والمرضى والعاملين في الطواقم الطبية يعانون من نقص شديد المواد الغذائية ومقومات الحياة، بالإضافة إلى الأدوات الطبية التي هم بأمس الحاجة إليها لمحاولة استمرار العملية الطبية داخل المستشفيات. والجميع يعلم ويشاهد حجم الترقان العسكرية التي تحاصر المستشفيات. أود أن أشير بشكل خاص إلى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. مستشفى القدس هو إحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة الدولية والمنظومة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. هذا المستشفى الذي يعاني من حصار مشدد منذ أكثر من 4 إلى 5 أيام، لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج منه. نفذت الأدوات الطبية من المستشفى، لا يوجد كهرباء، لا يوجد اتصال، لا يوجد ماء، لا يوجد طعام. جميع المرضى المتواجدين الآن على الأجهزة الطبية يصارعون الموت وهم شهداء أحياء بسبب نفاذ الوقود من المستشفى وتوقف جميع الأجهزة الطبية عن العمل. وجميع الطواقم تبذل الجهد المضاعف لمحاولة استمرار الحياة لهؤلاء المصابين والمرضى باستخدام الوسائل التقليدية لإبقائهم على قيد الحياة.